استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف الذي تولى مهام منصبه منذ أيام. وأكد أبو الغيط على موقف الجامعة العربية الثابت تجاه السودان والقائم على الحفاظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ومنع المساس بمؤسساته الوطنية، منوها في الوقت نفسه بجهود الحكومة السودانية في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لتخفيف معاناة المواطنين. بدوره أعرب الوزير السوداني عن تقديره لجهود أبو الغيط والجامعة العربية الداعمة للدولة السودانية ومؤسساتها بهدف إرساء السلام والاستقرار في البلاد. لقاء طيب جداً، ناقشنا فيه عدد من القضايا الهامة اللي الحيوية والحياتية بالنسبة للسودان، مرتبطة بمسار معركة الكرامة للسودان ودعم الجامعة العربية للسودان في شتى المجالات. ونسقنا المواقف، نحن مقبلون على قمة عربية إسلامية في المملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة واجتماعات مكثفة أخرى. و طبعا وجهنا الدعوة لمعالي الأمين العام أنه يزور السودان، يزور بور السودان إن شاء الله في خلال الأسابيع القادمة، يعني قبل نهاية هذا العام، ودي حتكون زيارة هامة جدا إن شاء الله، يكون لها برضو مردود إيجابي كبير جدا في العلاقات بين السودان وجامعة الدول العربية